السلام عليكم في قناة الكوكب الخفي. في 6 يناير عام 2010 نشر موقع البي بي سي نيوز عربي معلومات مؤكدة عن وجود الكائنات الفضائية بيننا. عالمة الفضاء البريطانية هيلين شارمن: الكائنات الفضائية حقيقة وتعيش بيننا. قالت أول بريطانية ذهبت في رحلة إلى الفضاء: إن المخلوقات الفضائية موجودة ومن الممكن أن تكون حية بيننا على سطح الكرة الأرضية. قالت البروفيسورة هيلين شارمن لصحيفة أوبزارفر البريطانية: إن الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون. وأضافت: الكائنات الفضائية موجودة ولا شك في ذلك. وكررت: هناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم. ودخلت البروفيسورة شارمن البالغة من العمر 56 عام التاريخ عندما سافرت إلى محطة الفضاء الروسية مير في مايو عام 1991. وأضافت العالمة شارمن: وهي كيميائية تعمل حاليا في كلية إمبريال كوليدج في لندن، إنه على الرغم من أجسام الكائنات الفضائية لا تتكون من النيتروجين والكربون كأجسام البشر، إلا إنها قد تكون موجودة على سطح الأرض لكننا لا نستطيع رؤيتها. وخلال مقابلتها إلى إحدى الصحف، عبرت العالمة شارمن عن غضبها من الإشارة إليها باعتبارها أول امرأة بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء، بالرغم من إنها أول شخص يحمل الجنسية البريطانية على الإطلاق تقوم بذلك. وتقول: هذا يعني أنه كان هناك رجل قام بذلك قبلها. وأضافت: عندما صعد تيم بيك للفضاء، بعض الناس نسوا أمري بأن يصعد رجل أولا للفضاء، فهذا أمر عادي وأنا سعيدة للغاية أني كسرت هذه القاعدة. وتقول العالمة شارمن: إن وجودي في الفضاء علمني إن البشر وليس الأشياء المادية هم الأهم. وتضيف إلينا: في الفضاء كل ما نحتاج إليه لنبقى على قيد الحياة كدرجة الحرارة المناسبة والطعام والشراب والأمان وعدم التفكير في أي من الأشياء المادية التي أمتلكها على سطح الأرض، لكن البشر هم الأهم. ووضعت شارمن على قائمة فرسان السنة الجديدة لعام 2018 ومنحت وسام القديسين مايكل وجورج تقديرا لجهودها. رسالة من الكائنات الفضائية إلى الأرض: علماء كندا نحاول فك الشفرة. علماء كنديون يعقفون على فك شفرة رسالة بمواصفات غريبة وصلت من كائنات فضائية تسكن في كواكب أخرى. وأعلن علماء في كندا عن استقبالهم إشارات لاسلكية غامضة من الفضاء الخارجي، وصدق هنا بأنه سمة مخلوقات أخرى تسعى إلى التواصل مع سكان الكرة الأرضية. ويقول العلماء إنه كلما ازدادت الاكتشافات الفلكية والفضائية يزداد اليقين بأن هذا الكون لم يخلق للإنسان وحده، وإن البشر ليس بمفردهم في هذا العالم، وإن هناك كائنات أخرى لا نعرف شكلها ولا طبيعتها ولا حجم تقدمها تعيش في مواقع أخرى من هذا الفضاء الكوني وما زلنا نجهلها. وبعيدا عن السينما التي أنتجت مئات الأفلام التي تدور حول هذه الفكرة، اكتشف تلسكوب شيم اللاسلكي الكندي مصدر غريبا من الإشارات اللاسلكية الكونية ذات طبيعة غامضة. ونقلت مجلة نيتشر عن العلماء الكنديين قولهم إن النظرات الكونية والفلكية المعروفة حتى الآن عاجزة عن تفسير مصدر الإشارات، والتي تتصنف بأمور غريبة مثل كونها نبضات لاسلكية قوية قصيرة ذات تشكيلة غريبة تتكرر كل 16 يوما أرضيا بعيدا عن مصدرها مسافات هائلة عن الأرض. وقال العالم الفلكي في جامعة نيفادا الأمريكية جان بين أن هناك 50 نظرية تصف طبيعة الإشارات اللاسلكية الكونية تعجز جميعها عن إيضاح طبيعة تلك الإشارات المتكررة الغامضة. وأطلق العلماء على هذه الإشارات اسم إشارات سكان الكواكب الأخرى، معلنين استمرارهم في العمل على حل لغزها وفهم محتواها، خاصة أنها باتت ظاهرة غريبة متكررة غامضة. وفي عام 2017 حاولوا العلماء أن يهونوا من أهمية هذه الإشارات، فإذ بهم يفترضون إنها ناتجة عن كوارث كونية ناتجة مثلا عن اندماج نجمين نيترونين، لكنهم انتهوا إلى خطأ الفردي بعد أن اكتشف التلسكوب الكندي اللاسلكي شيم إن الإشارات اللاسلكية قوية متكررة أخرى كان مصدرها كوكب كاسيوبيا التي تبعد عن الأرض 500 مليون سنة ضوئية. وكان العالم البريطاني ستيفن هوكينج الذي رحل في عام 2018 يحذر من محاولة الاتصال بأي شيء
شكل من الأشكال بالكائنات الفضائية الذكية، كان يعتبرها أمرا خطيرا جدا، وكان يبرر رفض لهذه المحاولات بالقول إنه إذا اكتشفت تلك الكائنات الفضائية الغريبة وجود الأرض فمن المرجح إنها سترغب في قهر كوكبنا واحتلاله. وأضاف في مقابلة سابقة أشارت إليها صحيفة ديلي ميل البريطانية، إذا جاءت الكائنات الفضائية لزيارتنا فإن النتيجة ستكون مشابهة إلى حد كبير لما حدث عندما وصل كريستوفر كولومبس إلى أمريكا، والتي لم تكن أمرا جيدا للسكان الأصليين، في إشارة إلى قيام الغربيين بارتكاب مذابح واسعة ضد الهنود الحمر هناك بهدف القضاء عليهم واحتلال الأرض، رسالة من الأرض إلى سكان الكواكب. ولم يتخيل الإنسان عن فكرة التواصل مع سكان الكواكب الأخرى معتمدا على القفزات العلمية الهائلة التي حققها في عالم الفلك والاكتشافات الفضائية، بل وسعى فريق من العلماء في عام 2017 إلى المبادرة هم أيضا بإرسال رسائل إلى الفضاء لعلها تصل إلى كائنات فضائية تعيش في كواكب أخرى، فيتحقق الحلم المنتظر بالتواصل بين البشر والفضائيين. وكشف العلماء في عام 2018 عن وجود مشروع باسم سونار كولينجي جي جي 273 بي، بمشاركة من منظمة ميتا الدولية ومعهد الدراسات الفضائية في كاتالنيا بأسبانيا، وقالوا إنهم أرسلوا رسائل إلى سكان الفضاء في الكواكب الأخرى في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر عام 2017، وقالوا حينها إنه تم إرسال هذه الرسائل إلى كوكب خارج المجموعة الشمسية يسمى جي جي 273 بي، حجمه أكبر من الأرض نحو 3 مرات، ويقع على البعد يزيد عن 12 مليون سنة ضوئية. ويقول العلماء إنه إذا التقطت أي من الكائنات الفضائية هذه الرسالة فإن الرد قد يصل إلى الأرض بعد 25 عام من الآن. ومنذ 46 عام تحديدا عام 1974 تم إرسال رسالة إرسيبو إلى الكائنات المجهولة من سكان الفضاء الخارجي، ومن خلال ابتكار شعار مميز مؤقت. وكانت رسالة أرسيبو عبارة عن إشارة مرصد أرسيبيو راديو تتعلق بالإنسانية، ثم بعثوها إلى مجموعة بعيدة من النجوم باستخدام هوائي طوله 305 أمتار، ويستغرق إرسالها أقل من 3 دقائق. وركزت الإشارة على نقطة صغيرة جدا في السماء بقوة عادل بس 20 تريليون وات، واحتوت على 210 بايت مكونة من 1679 رقم ثنائي. وشملت الرسالة معلومات حول النظام الشمسي والبشري والمكونات الحمض النووي والأرقام من 1 إلى 10 والأرقام الذرية الهيدروجينية والكربونية والنيتروجينية والأكسجين والفسفوري، وهي اللبنات الأساسية للحياة ومكونات الحمض النووي. وكان هناك تمثيل للنظام الشمسي إلى جانب إشارة إلى المكان الذي تم إرسال الإشارة منه، ليكون ذلك بمثابة العنوان الذي يمكن إرسال الرد إليه في حالة رغبة الفضائيون في الرد. ورغم أجواء الإثارة والغرابة الممزوجة بالخوف والفضول، كان هناك من السعي إلى استغلال الأمر بشكل تجاري. في نوفمبر عام 2014 قررت شركة أمريكية الاحتفال بمرور 50 عام على إطلاق أول سفينة فضائية غير مأهولة إلى المريخ، بس 90,000 رسالة تحية من الأرض إلى الكوكب الأحمر. ودعت شركة أوينجو الأمريكية لتمويل أبحاث الفضاء المهتمين إلى بث رسائل تحية عبر الموجات الألاسلكية الرقمية تتضمن الاسم والرسالة والصورة إلى المريخ مقابل سعر يتراوح من 5 إلى 99 دولار. وفي نهاية هذا الفيديو، إن كنت مهتم بالمعلومات وعجبك هذا الفيديو فضلا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يصلك كل معلومة جديدة من غرائب حول العالم.